دابا غادي نحاولوا نشوفوا ابليكاسيون خاص بلي تي بي لي تيتر اي لي تيتر دو بارتيسيپاسيون. دونك نشوفوا هاد لابليكاسيون لا سيتياسيون دي تي بي au 31-12-2013 de l'entreprise ABC est la suivante. La situation a été un tableau. Fixer le lien qui est un tableau belge. Là, qui est connu via un ouvrier les titres. D'abord, nous sommes allés dans un titre A ou titre B. Coulons des TP, un cadre local des TVP. Cadre local obligation, cadre local action. C'est clair, donc on a la sub. Donc, moi, je vais vous dire que le titre de participation. Qui est un titre de participation A ou qui est un B. Acquisition qui est à ton amour, elle a. Chra. Taman Bachrina ou l'Aded Légerina. Donc, le prix. 250, 300 bnisba A ou B. Ou bnisba شرينا 1000 اكسيون ولا 1000 تيتر في ا و 1500 تيتر بي. لو كور تابعو راني ما ذكرتكوش لو كور قبل ذكرتو ما شرحتوش شكون هو لو كور. هو السعر الثمن اللي داير في السوق. لو كور هو السعر ملي نسمع لو كور نقصد به هو السعر. دونك لو كور فوقاش 31/12/2012 حنا شارينو حنا دابا من 2012 ولكن المعطيات معطيه في 2013 سي كلير. دونك لو كور 31/12/2012 240 270. لاحظوا شاني ب 250 وداير دابا 240 يعني خصنا في 2013 يكون عليه بروفيزيون. عاوتاني بي شارينو ب 300 و راه داير 270 حتى هو السعر ديالو انخفض الثمن ديالو انخفض وبالتالي خصنا ايضا نديرو عليه بروفيزيون. دونك بجوج هاد لي تيت خصنا عليهم بروفيزيون خصنا نكونستيتيو ان بروفيزيون في 2012. عندنا معطيات اخرى عطينا لا سيسيون. لا سيسيون هو البيع البيع ديال هاد لي تيت هادو. كنشوفو فوقاش بانا لان هنا البيع يكون في اوكور دلاني يعني خلال العام ماشي بالضروره يكون في الاول ولا في الاخر فوق ما درتنا نبيعو. دونك البيع ديال ا كانت كان في 13/3/2013 ب 230 درهم للواحد وشحال بعنا من واحد 400. عندنا ايضا ديال بي كان في 15/9/2013 بعنا الواحد ب 280 وشحال بعنا من واحد شحال بعنا من تيت ب 500 سي كلير. بعنا 400 في ا يعني بقات 600 وبعنا 500 في بي يعني بقات 1000 سي كلير. الثمن ديال هاد 600 اللي بقات 1000 ناقص 400 شحال كيساوي في 31/12/2013. هاد 600 راه بقات عندنا حتى الاخر ديال العام. شحال الثمن ديالها 220 شحال باش كنا شاريينها ب 250. دونك حتى في 2013 كاينه بروفيزيون على هادو اللي باقيين سيرو بري. عندنا ايضا ديال بي بي ملي بعنا 500 بقات لنا 1000 من 1500 1500 ناقص 500 بقات 1000 شحال دايره هاد 1000 في 31/12/2013 310. دونك كنلاحظوا شارين هاد لي زاكسيون بي ب 300 وشحال راهو دايرين دابا في 31/12/2013 310. واش هنا كاين شي انخفاض ديال الثمن؟ دابا الثمن داز باش شارين. دونك ل 2013 31/12/2013 غادي تكون البروفيزيون زيرو. علاش؟ لان الثمن طلع على القيمه باش شاريين. دونك ايضا عندنا الكوميسيون اور تاكس كتساوي 4% دي بري دو فونت. كوميسيون اور تاكس كتساوي 4% دي بري دو فونت. حذاري راه البعض منكم كان كيجيو يدير هاد 4% فهاد المونطو هذا لا البري دو فونت توتال يعني فين في 400 فوا 230
بالنسبه لل ا وبالنسبه للبي في المبلغ ديال في العدد اللي تباع في ثمن البيع، دونك 4% في المونطون جلوبال ديال البيع ماشي في لينيتان. السؤال الاول باسي لي زيكريتور نيسيسير او دات دو سيسيون. سبق وقلنا بان في لا دات سيسيون اشنو كنديرها نتوما الرجال هنا، ها هي ا لا دات دو سيسيون، كونستاتاسيون دو لا سيسيون ا لا دات دو سيسيون، يعني خصني هاد لي كريتور في لا دات سيسيون. وايضا باش نصاوب هاد ليكريتور خصني نصاوب هاد لافي دو كريدي، سي كلير. ها المرحله لا الحاله الاولى لافي دو كريدي بالنسبه لا وبالنسبه للبي، ونبينو ونسجل داكشي اللي تباع بنفس الطريقه ما فيها والو. دابا غادي نشوفوا هاد لي 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 زيكريتور في لا دات سيسيون، ونشوفوا بعدا اولا لي زافي دو كريدي. قلنا لافي دو كريدي، لاحظ المونطون دو لوبيراسيون، مونطون دو لوبيراسيون قلناش غادي يساوي، غادي يساوي المبلغ الاجمالي ديال البيع 230 اللي هو ثمن البيع في 400 في العدد اللي تباع عطانا 92000. عندنا ايضا الكوميسيون، شنو قلت لكم الكوميسيون؟ الكوميسيون هو 4% في ثمن البيع، ها فاش في المبلغ ديال البيع الاجمالي. دونك كوميسيون اور تاكس كتساوي 4% فوا 92000، عطاتنا 3680 3680 اور تاكس. على هاد لور تاكس كنحسبو التافيا، والتافيا كوم فو سافي على لي زوبيراسيون بونكار كيكونوا كتكون ب 10%، يعني 3680 فوا 10% حتى 368. لاحظوا في راه واحد الناقص هنايا، ها هو راه في لا فيديو كريدي كنقصوا. دونك تعطينا 92000 ناقص 3680 ناقص 368 تساوي المبلغ الذي دخلنا للبنكة. ها باش بعنا، هل هذا الشيء غادي تقطعوا البنكة الكوميسيون مع التافيا، ويبقى هذا دوك اللي غادي يدخلنا للحساب ديالنا في البنكة. دونك اللي غادي يبقى في الحساب ديالنا دونك شحال غادي يبقى؟ 87952. بنفس الطريقه نخدموا لا فيديو كريدي ديال 15 تسعود. دونك حتى هو ثمن البيع في العدد اللي تباع 140 يعطينا 140000، الكوميسيون 140000 فوا 4%، والتافيا تعطينا الكوميسيون اور تاكس فوا 10%، والنيت افوتر كريدي هو داكشي اللي بقى في البنكه من ثمن البيع. دونك نجيو لونجسترومون، شنو قلنا؟ عندنا داكشي اللي كيبقى في البنكه هو اللي كيدخل نيت الكونت بونكير ديالنا، ها هو يعني لو نيت افوتر كريدي. عندنا سيرفيس بونكير هو الكوميسيون اور تاكس. عندنا ايضا تيفيا ريكيبيرابل هي هاد التيفيا، وعندنا البرودوي سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير. هاد الكونت هذا هو المبلغ الاجمالي ديال البيع، برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير. ها الارتيكل الاول داز، نشوفوا لا فيديو كريدي ديال 15 تسعود حتى هو غادي يدوز بنفس الطريقه، سي كلير. ها هي ها لو نيت افوتر كريدي في لا بونك، ها الكوميسيون يعني سيرفيس بونكير، ها هي ها ايتا تي في ريكيبيراب، وها البرودوي دو سيسيون هو المبلغ الاجمالي ديال البيع 140000. دابا غادي نشوفوا، وكيكون لي بيلي هو داك لا فيديو كريدي، وكل عمليه كدوز في التاريخ ديالها فاش جرات. دابا نعاودوا نشوفوا السؤال الثاني، السؤال الثاني وركزوا معايا مزيان. قالك باسي لي زيكريتور نيسيسير او 31/12/2013. دابا او 31/12/2013 خصنا نصاوبوا، لان فوقاش 13 قلت لكم من 2012 راه عندنا بروفيزيون، وفي 2013 خصنا نديرو ايضا ملي كيكون عندي بروفيزيون قديمه كنهضر على لاجيستمون دو لا بروفيزيون. دونك لاجيستمون دو لا بروفيزيون شنو غادي نديرو فيه؟ نتابعو كنا شنا هكاك بعرائض. دابا غادي نخدموه سو فورم دو طابلو، في الحاله ديال لي تيتخ كاع بصفة عامة، كاع ماشي غير لي تيتخ، كلشي اللي بغينا نخدمو الطابلو نخدمو الطابلو. كنقول هنا ركزوا معايا مزيان، في هاد لي تيتخ كنخدمو كتير الطابلو. علاش؟ لأن كتكون المعطيات كتيرة، والطابلو كيحاول يقدم لنا هاد المعطيات هادو بواحد الشكل اللي هو منظم. دونك شنو كيكون في الطابلو؟ لا ناتور يعني دوك لي تيتخ اللي عندنا،
توجور داكشي اللي شفنا في لاكيزيسيون والمعطيات. كاين اللي كيزيد هاد لو كور كاين اللي ما يزيدوش لو كور في العامات اللي عاطيني في 2012 وفي 2013 بارفو هذا ما كيكونش معطي ديال القديم لو كور القديم ما كيكونش معطي في غالب الاحيان ولا بعض الاحيان وكيكون معطي ديال 2013 باش عليه غادي في 2012 كيكون يعني في العام القديم كيكون عاطينا غير لي بروفيزيون ديالو محسوبه وفي 2013 كيكون معطي لو كور باش حنا نحسبوا لا بروفيزيون دونك وكنديروا هنا ريجيستمون تو سامبلومون حداو معايا الطابلو مزيان على المكونات ديالو كنزيدوا واحد الاجراء اخر شكون هو ان دوك لي تي بي دابا كيولي عندنا جوج انواع ا و بي وف ا كاينه جوج انواع ايضا كاين اللي تباعوا واللي باقيين دونك كنحاولوا نديروا نتوما تي بي ا يعني هالنوع ا فيهم اللي تباع هو سي دي وفيهم اللي ما تباعش نو سي دي دونك كنجيو كان داك العدد اللي عندي داك الالف كنفرقها دابا عندي الف تفرقات 400 تباعت و 600 مازال نفس الشيء بالنسبه للبي تا هو كنفرق فيه اللي تباع واللي ما تباعش 500 تباعت و 1000 بقى دونك البري داشا راه تشراو هادو اللي تباعوا اللي ما تباعش شراو بجوج بنفس الثمن ايضا بالنسبه للبي هانتوما 300 كنجي لو كور لو كور قلت لكم الا كان معطي في 2012 الا كان معطي في العام القديم كيكونوا لو كور ديالهم راه مازالين بجوج لان البيع راه ما تبع حتى 2013 ماشي في 2012 انا 240 وايضا بالنسبه للبي حتى هو اللي تباعوا الثمن ديالهم في 2012 270 واللي ما تباعوش حتى هما ايضا 270 نجي لو كور في 2013 ولكن انت بورا لي كور ما كنهضر عليهم حتى لا فان دو ليكزيرسيس في 2013 راني بعت هادو في وسط العام واش غادي يبقاو عندي حتى 2013 حتى لا فان دونك ما غاديش يبقاو وبالتالي هنا ما غاديش ندير الثمن اللي تباعو اللي باقي ها الثمن ديالو نفس الشيء بالنسبه للبي دول اللي تباعو ما غاديش ندير الثمن لانني كنهضر على 31/12 وانا بايعهم 15/9 دونك ما غاديش يكونوا هنايا ولكن هادو اللي باقيين ها هي 310 ديالهم دابا نجي للحساب ديال لي بروفيزيون كنستعمل نفس القاعده باش كنت غنحسب لي بروفيزيون دونك هو البري داشا ناقص لو كور فوا العدد هادي لو كور في 2012 يعني يعطيني البروفيزيون ديال 2012 250 ناقص 140 في 400 تعطيني 4000 في 2012 ديال اللي تباعوا عندنا ايضا 250 ناقص 240 في 600 تعطيني 6000 بالنسبه اللي مازال ما تباعوش نفس الشيء بالنسبه للبي حتى هو 300 ناقص 270 في 500 وتعطيني 15000 وعندنا ايضا 300 ناقص 270 في 1000 تعطيني 30000 لاحظوا هذه البروفيزيون ديال العام القديم ديال 2012 دونك عندنا ايضا في 2013 قلنا اللي تباع ما غاديش يكون عليه بروفيزيون لان البروفيزيون كندير على شي حاجه اللي عندي دابا هادو راهو تباع وما بقاوش عندي دونك في لافان ديال 2013 ما غاديش ندير بروفيزيون على اللي تباع لان ما عنديش باش نقارن كاع 250 ناقص اش ما عنديش هنا دابا بالنسبه اللي مازال ما تباعش نحسب عليه بروفيزيون 250 ناقص 220 فوا 600 عطاني 18000 عندنا نفس الشيء بالنسبه للبي اللي تباعو ما كنديرش عليهم بروفيزيون واللي ما تباعش نحسب عليه بروفيزيون كنجي نشوف البري داشا 300 ولو كور ديالو 310 دونك هذا ما يمكنليش ندير عليه بروفيزيون لان السعر ديالو داز الثمن باش مشري وبالتالي كدير بروفيزيون على الثمن ديالو ناقص على الثمن باش مشري هنا عندنا 300 وهنا السعر راه داير 310 دونك هنا ربح محتمل ماشي خساره محتمله دونك حتى هنا ما غاديش يكون بروفيزيون تري بيان دابا هاني حسبت ها ديال ان ها ديال ان موانز اش باقي لي الرياجيستمون كنشوفوا تابع بروفيزيون ديال ان ناقص بروفيزيون ديال ان موان زان يعني صفر ناقص 4000 كتعطيني ناقص 4000 ها هي ها تابع بالناقص يعني لو بريز ها هي ب 4000 عندنا ايضا 18 ناقص 6000 كتعطيني 12000 موجبه ها هي دونك ها 12000 دوتاسيون عندنا ايضا 15 صفر ناقص 15 تعطيني ناقص 15 يعني سالبه ها هي 15000 روبريز صفر ناقص 30 يعني ناقص 30000 يعني سالبه ايضا روبريز هذا هو اللي غادي نقيد وبالتالي كنسجل هاد
لي كاتر ديكريتور ديال الرياجيستمون زائد ما ننساش لا سيسيون باش نكمل لا سورتي مع لا سورتي تو سامبلومون لان انت دابا في ديكريتور كونطابل اشنو قلنا هادو كلهم دي ريبريز 4000 ريبريز بنفس لي كونط 12000 دوتاسيون ها هي تما كنسجل غير هادو ها واحد ريبريز على اخر دوتاسيون على اخر ريبريز على اخر ريبريز بنفس لي كونط باش تحفظوا حتى لي كونط حاولوا ديروا التكرار وكيبقى ليا دابا كيما لاحظتوا ها هي راه في هادو اللي تباعوا ها لانيلاسيون اللي تباع كندير له انيلاسيون ريبريز انيلاسيون انتبه ريبريز انيلاسيون هذا دوتاسيون سيبليمونتير هذا ديمينيسيون شو هذا انوليت اللي تباعوا انوليت وانوليت اللي تباعوا ولكن اللي باقيين كنقول غير ديمينيسيون تري بيان اش باقي لي دابا عندي لانيلاسيون دو لونسيان بروفيزيون ديال هادو اللي تباعوا نتابع ها المراحل ها المراحل دو اللي تباعوا اشنو قلنا اللي تباعوا قلنا constatation de la cession كان دير constatation de la annulation de l'ancienne provision ما هذوك 4000 و 6000 بونس اللي كانت تما annulation annulation وباقي لي دابا المرحله الثالثه اللي هي لا سورتي باقي لي لا سورتي هي هذه احنا دايرينها دابا انتبه l'annulation كتجيني في وسط الطابلو نيت كاع بلا ما l'annulation كتجي في وسط الطابلو سكرير ريبريز ودابا غادي نشوفوا لا سورتي ها لا سورتي بجوج توجور في نفس لا دات كلي كاع نجمعهم بجوج هاني ماشي مشكل فين غادي نوبليزون فينونسيير سي دي مع تيتر تي بي بلا فالور دوريجين لا فالور دوريجين باش كانوا مشريين رابع نفس الشيء بالنسبه لي بي لي تيتر بي اللي تباعوا دونك هنا باش تابه هنا عندي بعت 400 فوا شحال 250 باش مشريين هنا عاود ثاني لا فالور دوريجين هنا عاود ثاني 500 فوا شحال باش انا ماشي البيع كنهضر كنخرج بالثمن باش شاري نشوف شحال باش بعناهم شحال باش شارينهم شارينهم اسيدي هنا ب 300 300 هي 150 الف على سورتي دونك هادو هما الخدمه اللي كاينه هادشي اللي غتلقاو ان شاء الله في لي تي بي ونفس الشيء غادي تشوفوه في لي تي في بي ما عدا في واحد الاختلاف اللي كاين في لا سيسيون